نأمل أن تكون الميداليات الثلاث بنكهة المغربية. قدم البطلات الجيبوتية صورة لمحمد في الممر رقم واحد. حليمة حشداف في الممر رقم ثمانية. في الممر رقم سبعة الإثيوبية إلود ميتشيل شاميرو. في الممر رقم ستة البطلة المغربية مخضرمة مليكة العقاوي. الممر رقم خمسة مماثلة اثيوبيا داريبي ميلتاجي كيتشريتشا. الممر رقم أربعة مماثلة أوغندا حليمة ناكاي. في الممر رقم ثلاثة مماثلة البنين نويلي أليبو. في الممر رقم اثنين المرشح الأبرز للفوز رباب عرافي. وفي الممر رقم واحد من جيبوتي سورا لمحمد. حضرت وينطلق سباق 800 متر كل التوفيق لبطلة المغرب في هذا السباق النهائي لإداء ميدالية ذهبية لألعاب القوى المغربية. كل التوفيق لحشلاف عقاوي والبطل رباب عرافي للدخول في المراكز الأولى في هذا السباق. التموقع مع بداية هذا السباق سباق 800 متر. رباب وفية لعادتها مراقبة السباق في اللفة الأولى. خد المبادرة البطلة حليمة حشلاف وراء ممثلة هندا حليمة نكي. نتوفر على توقيت جيد جدا. حليمة نكي هذه السنة دقيقتان ثانية 44 جزء من الثانية. الكوكبة لا تزال مجتمعة في طريقنا لنهاية 400 متر الأولى ودخول اللفة الأخيرة من هذا السباق النهائي. مليكة عقاوي ورباب عرافي تبحث عن التموقع في المراكز الأولى في هذا السباق النهائي. المبادرة تأخذ البطلة الإثيوبية 400 متر في دقيقة 3:51 ثانية. توقيت متوسط في انتظار المرور إلى السرعة القصوى سرعة نهائية للفوز بالميدالية الذهبية لسباق 800 متر. كوكبة مجتمعة وتوقيت بطيء. حليمة حشلاف و رباب عرافي تراقبان معنا السباق وتراقبان ردة فعل عداءات إثيوبيا. تراجع حليمة حشلاف ومليكة عقاوي تتواجد في المركز الخامس. رباب المهندية حليمة ناكاي والبطلة الإثيوبية إيريت ماتشيتشا. إيريت ماتشيتشا رباب عرافي نتمنى أن تعين سرعة نهائية للدخول في المركز الأول. انطلاقة قوية للبطلة الإثيوبية إيريت ماتشيتشا. إيريت ماتشيتشا رباب عرافي رباب عرافي انطلاقة رباب انطلاقة رباب 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 تحاول اللحاق بالإثيوبية رباب لكن ماتشيتشا تدخل في المركز الأول وتعود الميدالية الذهبية لإثيوبيا. كانت انطلاقة متأخرة للبطل المغربي رباب عرافي التي تتأخر عن صاحبة المركز الأول بأجزاء من الثانية وتضيع بذلك الميدالية الذهبية للمغرب في سباق 800 متر. يوريت ماتشا تشاميرو تفوز بالميدالية الذهبية لسباق 800 متر. سيتأجل حلم عزف النشيد الوطني في منافسات ألعاب القوى بالمقارنة مع رياضات أخرى كالكاراتي والتايكوندو. وفي انتظار الملاكمة فنون الحرب تألقت وأهدت المغرب ميداليات في منافسة
تصدر الألعاب الإفريقية. من شاشة من إثيوبيا الفوز بالميدالية الذهبية وحقق الفرنة الأولى لرباب عرافي. رباب عرافي البطلة التي نتمنى لها كل التوفيق في المنافسة المقبلة. قاد مشهود كبير كان لديه إمكانية الفوز بالميدالية الذهبية لكن فارق أجزاء من الثانية كما قلت فارق أربع أجزاء من الثانية لرباب عرافي تدخل في المركز الثاني وتفوز بالميدالية الفضية. كلمة حليمة الأوغندية تفوز بالميدالية البرونزية. عرافي خرج نوعا ما في الانطلاقة بسرعة نهائية في المرور سرعة نهائية لتضيع الميدالية الذهبية للمغرب. شرط نفسها في زاوية صعبة حاولت الخروج وحاولت إبداء ردة فعل شجاعة في المئة متر الأخيرة. رباب عرافي تأخرت في الخروج الممر الثاني وضيع عليها فرصة الدخول في المركز الأول كان عندها كل الإمكانية الفوز بالميدالية الذهبية. رباب عرافي إمكانياتها تفوق بكثير الميدالية الفضية. رباب عرافي على أي نهني أن رباب الفوز بميدالية في هذا اليوم بعد غزة سيبا التي فازت بفضية الوتب العالي. رباب عرافي تفوز بفضية 800 متر فيما ملك العقبة احتلت المركز الرابع وحليمة حشلة في المركز الخامس. سنتحول للدور النصف النهائي لمسافة